نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعة لها. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم. في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن. إن تلبية مطالبكم واجب علينا، ولهذا نحن معكم اليوم نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية من نسيج هذا الوطن حريصة على تقديم كافة التيسيرات لكم، كما أن إدارة التجنيد والتعبئة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالعديد من المبادرات التي تقدم مزيداً من التيسيرات لأبناء الوطن. كما تضمنت المراسم عدداً من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر. أول عشان كنت أطلع لابني شهادة أو معاق زي ده يطلع شهادة لازم يروح بنفسه منطقة التجنيد. دلوقتي القوات المسلحة مشكورة بصراحة، لا وفرت علينا حاجات كتير. الحمد لله سهلوا لنا كل حاجة، الحمد لله بركة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سهلوا لنا كل حاجة الحمد لله، نحمد ربنا وكل حاجة تمام يعني الحمد لله، ما كنتش متوقعة كده والله. وإدارة التجنيد ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ناس محترمة وناس كويسة كلها الحمد لله. تم عمل هذا الاحتفال الجميل الرائع لتسليم الشهادات الخاصة بالمعافاة من التجنيد بعد المعاناة اللي كانوا بيعانوها أولادنا في السفر إلى القاهرة لتوقيع الكشف الطبي وتسلم الشهادات. هذا إنجاز لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر القوات المسلحة على التيسيرات اللي قدمتها لذوي الهمم على استلامهم الشهادة وعدم تعبهم في التجنيد وهنا وهنا، وآخر أحلى تيسيرات وربنا يحفظهم لمصر يا رب تحت قيادة السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في التسهيلات اللي القوات المسلحة عملت يعني حاجة حلوة إن شاء الله، إن كل شاب من دولة استلم المعافاة في محافظته، فالحمد لله يسروا لنا الحال على كده، ونشكر القوات المسلحة وعلى رئيسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الحفلة بتاعت النهاردة هم فخورين بيها قوي وفرحانين بيها وبيستعدوا لها بقالهم أكتر من شهر، عشان هم فرحانين باللبس بتاع الجيش بتاعنا وفخورين بجيش مصر وفخورين بسيادة الرئيس إن هو دايما بيكرمهم ودايما فاكرهم في كل الاحتفالات بتاعتهم. حضر المراسم محافظ أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.